يا رب حتى 6 600 ارنب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك يا باشا، هو فين 13 شاب عزيز؟ هو قال لك فين؟ ومين اللي قال؟ اللي قال لك 13 خالتي. اه خالتك؟ اه. طب هي عامله ايه؟ هي فين شارع بس حضرتك لو سمحت؟ طيب طب انت ايه اللي جابك من هنا طيب؟ مين بقى؟ طب بص، شايف بص اخر الشارع ده كده؟ تمام. شايف عربيه الكبده اللي عند داسيا هناك الحمراء دي؟ اه. هتاخد الشمال بعديها كده على طول. تمام. في اول يمين. تمام. هتلاقي موقف الميكروباصات الرمسيس. اه اه. هتاخد عربيه ب 35. عارفه. اوعى يضحكوا عليك. لا ما تخافش. هتنزل عند الجامع. هتاخدها كعاب كده على 13 على طول. طوالي بس بقى. بس تنزل عند الجامع. عند الجامع وطوالي. قبله. تمام تمام. ربنا يستر يكرمك يا رب. ربنا يستر طريقك. بقول لك ايه يا عبد الهادي، هو 18 شارع عبد العزيز ده فين؟ اهو في العماره اللي قدامنا. ده الراجل ده لازم تفهم. صباح الخير. النور. لو سمحت انا بدور على الاستاذ عبد العزيز. لا الاستاذ عبد العزيز مش انا. نسمه بشتغل مع اخوه في البنك وهو اتقبض عليه. ايه؟ يا نهار اسود، اتقبض عليه امتى فين؟ من ساعه تقريبا، كنت انا وهو مامتي في كازينو وهم امن الدوله، وهي لي امن الدوله. طب طب يعني اخدوها من الدوله على أيوة طول على هناك؟ أيوة. طيب طيب اوكي اوكي. طب متشكر قوي، انا هتصرف، انا هشوف انا هعمل ايه في الموضوع ده. مش اوكي. طب لو سمحت بقولي اي حاجه ممكن. طب انا هبلغه وهنشوف. طب انا مش عارف، معلش انا ملبوخ، انا اسف جدا. انا اسف. شكرا متشكر قوي. نعم يا اختي، انا هنهرج. جيتي مصر ازاي يعني؟ امال مين هيدور القريه هناك؟ هو لعب عيال؟ انت فين؟ شارع عبد العزيز؟ عند محل ايه انت؟ فين يعني اليافطه دي؟ بكر شعيب؟ طب بصي، وصلي عنده الناحيه الثانيه هتلاقي. صباح الفل يا حبيبي. هتلاقي زيزو ملك المحمول، ده المحل اللي هو الثاني. يلا سلام. عبد العزيز في وليد في امن الدوله. يا نهار اسود، مين اللي قالك كده؟ اسمع، زميلته في الشغل لسه جاي قايل لي دلوقتي حالا. ارتحت؟ ادي اخرة الانترنت والزفت اللي احنا فيه. يا عم بس شوف هنعمل ايه دلوقتي. ايوه يا باشا، يا باشا اللي حضرتك كنت عامل حسابه حصل. وليد راح امن الدوله يا باشا، مسكوه. انت ستك؟ لا، اللي يوصل قبل تاني استنى، انا عايز اقفل مع حضرتك. حاضر يا باشا، خلي بالك من المحل. اوصل وطمني. ها روان. زيزو، هاي حبيبي، ازيك؟ مالك في ايه؟ اطلعي بسرعه لامن الدوله واسكت. وليد اخويا. ايه ده ايه ده؟ امتى ده؟ امتى؟ اطلعي بس. ايه ده؟ ما توسعي يا زفت انت. بنتي بنتي مش من اولها يا زيزو. يا بنت الجاز بمشي من هنا، الورق هيضيع. وات مي، انت خلفت بنتي كمان؟ كانت جوازه سودا، اخويا احمر ممسوك في امن الدوله. ارتحتي؟ وليد يا خرابي، سنينك سودا معايا يا زيزو، وحياه امي لعبايتك في الصفر اول يوم. يا بنت روحي وانا هحصلك. هتحصلني انت وانت عيالك صادة معايا. اطلع روان، اطلع روان. دوسيها دوسيها، مش عايزها دي. مش عايزها، دوسيها. عاجبك كده يا اياد؟ يا دي النيله. سابت له دناه وراحت، والواد حبت عيني كل شويه عيان وسخن. سلامته الف سلامه يا خالتي، اشغالك الطيبه وحنينة، ربنا يرحمها وربنا يجازي زيزو في خير يا رب. تعيش يا بنتي. امال انت لابسه اسود ليه؟ جيت عشان خاطر تعزيني في حالي، لقيتني انا اللي بعزيكي. اعزيكي؟ هي امك كويسه؟ امي ماتت من زمان، ماتت بعد اسبوع واحد لما اتجوزت الدكتور شوقي. باقية في حياتك يا بنتي، دي كانت أكتر من أخت ليا، ربنا رحمها، كانت صاحبة عيل. ماتت وسابتني في النار يا خالتي. ليه؟ إيه اللي جرى؟ ربنا جزاني جزاء طمعي، كنت فاكرة إن أنا هتجوز دكتور وخلاص، مش هبقى ممرضة، هبقى مرات الدكتور. انتي مش اتجوزتي الدكتور وربنا رضاكي؟ ربنا رضاني جزاء طمعي. ايه اللي جرى بس؟ طلع مريض ومرضه ملوش دواء. اعوذ بالله، الله اكبر الله اكبر. رماني معاه في النار يا خالتي. نار ايه يا بنتي؟ الله اكبر، بعيد عنك وبعيد عن السامعين يا رب. طلع مريض بالسهرة. اعوذ بالله، الله اكبر الله اكبر. تحملت مرارة مراته الاولانية، قلت عيش،
مرة يا خالتي حملت بس قلت اسقط نفسي، خفت على ابني. والنبي يا بنتي الغلبان ما بيشبعش غلب. وديني خرجت ايد ورا وايد قدام. ايه طلقك؟ لا مات. هي دنايا يا بنتي، ربنا يصبرك. وده حصل امتى؟ اسبوع ده التاني. واول ما مات مراته دخلت الشقه واخدت العفش كله، وطلعت انفض ايدي. معلش يا خالتي صدعتك، بس انت عارفه طول عمرك انت اللي بشكلها. استني تعشي معانا، قومي نعمل لقمه ونكلم زيزو، زمانه نفسه يشوفك قوي. لا يا خالتي كتر خيرك، بالهنا والشفا انتوا. بس انا كنت عايزه اطلب منك طلب، عايزاكي تكلمي لي زيزو يشوف لي اي شغلانه بعد الظهر. انت عارفه مرتب الحكومه ما بيكفيش اي حاجه. عناية يا بنتي. طيب يلا على الباب. والنبي يا مريم قومي افتحي الباب عقبال ما نايم عبد الرحيم. حاضر يا خالتي. وسهلا يا اختي. والنبي حلوه وجميله حماتي، والله العظيم بحبك ووحشتيني. اخبار صحتك ايه؟ يا رب تكون كويسه. قولي لي طبخه ولا اخش اسخن؟ اصل انا كنت بفطر الصبح وفجاه لقيت زيزو طب عليا هو والرجاله، على ما خلصنا الليله بقت دلوقتي وبقيت فطسانه من الجوع. قولي لي هتطبخي ولا اخش اسخن؟ انا نازله يا خالتي. الله يكون في عونك. يلا يا اختي مع الف سلامه والقلب داعيلك. يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ايه ده؟ انت من اولها هتعملي عليا شغل الحموات بتاعك؟ لا حرام عليكي، ده انا لسه في اولها وعروسه. وبعدين خدي بالك انا ممكن احطك في عبي واقول لزيزو ما شفتهاش. اسمعي يا بنتي اللي ما تستميش انت، عشان ربنا يكتب لك لقمه تعيش في وسطينا. سامعه والله يا حماتي سامعه. اسمعي يا بنت، والله ما وطيتي حسك وحطيتي عينك في الارض لكون رميكي من الشباك عند ابوكي. فاهمه يا بنت ولا لا؟ والله العظيم فاهمه، انا بس كنت بهزر معاكي. وانا ما بحبش الهزار يعني امك. واعملي حسابك. عامله حسابي والله يا حماتي على كل حاجه. بصي انا لو جيت ضايقتك اشخطي في وشي، ولا اقولك اضربيني بالقلم. اصلا انا بموت في العنف، وبعدين لو زودتها شويه وانا ناويه ازودها تقومي جايباني من شعري وتقومي حطاني تحت رجليكي وتناوليني باي حاجه تقابلك في وشك. ايه رايك؟ عطفتي يا حبيبتي؟ عطفها مين؟ جاك قطع لسانك. ايوه كده، دوري معايا واشتميني وهزقيني، اعملي اللي انت عايزاه. بقولك ايه، ما تقطعيني وترميني في الزيت. لا بكتاب الله، ده جايب لي واحده من المرسان وبشهاده كمان. انا عايزاكي تعذريني يا نينا، انا عندي مشاكل نفسيه. اصل انا جعانه، مش جوع اكل، جوع للبيت، للدفى، للعيله، للونس. حماتي تنكفني وانا نكف فيها. عيالي اللي ما خلفتهمش يبقوا بيدوخوني جوه البيت كده ومحدش بيسمع كلامي. جوزي يفضل طايح مع النسوان وانا ضايخه ورا طول الليل كده، يعني جعانه. لا تلميذ ايه ده، انت استاذ كبير. بس انا عايز الواد ده يخرج دلوقتي لو ما عليهوش حاجه. الله يخليك، شكرا افندم. لا طبعا مش ناسي، اعتبرها بتاعتك كمان. طيب يا سيدي. طيب متشكر قوي، شكرا، مع السلامه. اخوك هيخرج بعد ساعه. مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه يا باشا. ربنا يخليك لينا ولمصر. بقول لك ايه يا زيزو، بطل بقى بالنبي شويه الحاجات البلدي دي وافهم المفيد. ماشي يا باشا، انا معاك من غير اسئله. بص بقى، انت عايز تشيل حكايه الانتخابات دي من دماغك خالص نهائي. عيش حياه الناس العاديين بقى وخلاص. رايا يا باشا، يعني انت كنت بتخدم على الشرشابي لما جوزتني بنته؟ يا ابني الموضوع لا فيه لا شرشابي ولا سناء، موضوع واضح زي الشمس، بس انت اللي مش عايز تشوف. شوفني وانا اشوف. دلوقتي مش انت عايز تبقى عضو مجلس الشعب وتحت ظل الحكومه والحاجات دي؟ تيجي ازاي دي بقى واخوك ضد الحكم؟ الله، هي دي حاجه جديده على الواد يا باشا، ما سيادتك عارف. والناس مش عاجبهم يا اخي، ادي الله ودي حكمته. يا باشا ما انت اكيد برضو عند سيادتك حل للموضوع ده. لا الحل انه اخوك يبطل شغل العيال ده. ما تجوزه يا اخي، خليه يتلخم في العيال وينشغل على اللي في دماغه. هاي دادي. سوري، انت معاك حد؟ لا تعالى يا حبيبتي، ده عبد العزيز بيه وكان ماشي كمان. توكل انا يا باشا. طب خلي بالك من روانه، انا مستنيك بره. مامي فين امال؟ مامي سبتها في النادي. سبتيها في النادي جاي لوحدك ولا ايه؟ طب ما قلتش يا ابني ليه الكلام ده وازاي بتدوري هنا؟ كنا عرفنا ناخده وندي معاه في الكلام. اقول ايه واتكلم في ايه بس؟ ما انا فرح وبتاع.
تحقيق بكره هنعمل ايه؟ ما تتصرف يا شرشبي، الواد هيضيع. انا اتصرف، انا اتصرف. ايوه يا نديل، ما عايزك في حاجه ضروري جدا جدا جدا. اطلب بقى زيدان الدوري وخد لنا اقرب ميعاد ممكن نقابله فيه. لا حاجه ما تنفعش في التليفون، تعد عليا الصبح في المعرض. ايوه اول ما تصحى عد عليا، هبقى اقول لك بعدين. مع السلامه. وانت يا ابني بقى مش ناوي تعقل وتهدى كده عشان مستقبلك؟ حاضر يابا، بس انا عايزك في موضوع تاني. خير؟ انا مش عارف اعيش من غير لبنى. لبنى؟ لبنى ايه يا ابني، انت اتجننت؟ الله، انت بطلقها رسمي والست برياك، اروح اقول لها ايه تاني ولا اقول لابوها ايه؟ انا عارفه طبعا، انك عارف ان انا بنت اصول ومتربيه، عشان كده ما رضيتش اكلمك واخوك محبوس، قلت اسيبك شويه دماغك تروق وتهدى وبعدين نتعاتب. شيك قوي المكتب، بس يا خساره ما اشرفتش على الديكور، كان هيطلع اشك. بس مبروك. الله يبارك فيكي، مع ان مفيش حاجه بقى مستاهله العتاب. يا سلام، هو انت عايز تبيع القريه من ورايا وتقول لي مفيش عتاب ليه؟ هو احنا مش شركه ولا ايه؟ عارفة يا روان أكتر حاجة بتعجبني فيكي إيه؟ إيه يا حياتي؟ بجحتك يا دمك. أو ربنا بجحتك. هو إحنا شركة وإحنا مش دارين ولا إيه؟ لا 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 لا، مش حلو اللون ده عليك وأنت قاعد على مكتب شيك. أنا لو مش باقي عليك ما كنتش جيت عاتبك. على فكرة أنا لسه شارياك ولسه كمان فاكرة وعدك ليا. اتفضلي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه المبلغ ده؟ انا حي اكتر من كده بكتير. انت مش شايفه الشيك ولا ايه؟ عايز اكتر من 3.5 مليون هتسددي كل ديونك وتبوسي ايدك شعر ودقن وتدعيلي. ولا بلاش تدعيلي دي، احسن تقلب معايا عكسي. لا يا حياتي، انا هادي عليك. عايز تاخد قريه ب 3.5 مليون جنيه وتبيعها بالمبلغ اللي انت قبضته واسيبك ليه؟ انت فاكرني هفق؟ هفق. انت هفق وده اللي عندي. ماشي يا زيزو، بس زيدان بيه مش هيعجبه الكلام ده ابدا. زيدان بيه شوفي بقى يا ستي، انت تطلعي من هنا على مكتبه جري واعملي اللي نفسك فيه، روحي بقى عيطي له. عارفه مكانه ولا اجي اوصلك؟ لا يا حبيبي، مكتب زيدان بيه عارفه كويس وعرفه قبل منك، بس برضو يكون في علمك ان زيدان بيه ده الكارت الاول، لو ما نفعش فيه غيره كتير وانا مش هسيب حقي. كان كسر حقك. بقول لك ايه، انا مش ناقص كلام نسوان، اتكل على الله وسيبيني في حالي، انا راجل مشغول. ماشي يا زيزو يا بتاع الموبايلات. ما تدخلش حد عليا دلوقتي. مالك يا عبد العزيز؟ مش اخوك رجع بالسلامه؟ قوم انت بقى لعروستك وانا هستناه لما يخرج من الحمام. ولا هي لحقت زعلتك تاني؟ ليه كده يا حاجه؟ ده انا حتى لابسالك اخضر عشان تبقى سنه خضرة علينا كلنا. هو اللي جاي من الصبح ومش طايق نفسه. خش جوه يا سناء، خمسه كده اتكلم كلمتين مع امي واحصلك. يعني خمسه بس مش هيبقوا عشرة؟ ما تخش جوه بقى. حاضر يا حمص. يا لهوي، ده احنا ما كناش نسوان. بقول لك يا اما، عايزك تتكلمي كلمتين كده مع وليد، منك انت يبقوا خفاف، مني انا يستتقلهم. هو وليد مزعلك في حاجه؟ لما يتجرجر ويتحبس ويتمرمط لازم ازعل، لما تصرفاته تبقى ضد مصلحتي وشغلي ياما لازم ازعل. عقليه ياما، خليه يفضوا من اللبش بقى وخلينا نشوف حالنا. اول مره اسمعك بتتكلم وانت زعلان من اخوك يا عبد العزيز. يا ستي انا مش زعلان منه، انا زعلان عليه. ولو يرضيك اللي بيعمله حط جزمه في بقي واسكت. لا بعد الشر عليك. لا يا حبيبي ما يرضنيش، انا هقعد معاه واكلمه. الخمسه خلصت ولا لسه؟ الاخضر هيقبل. منور يا معلم بهلول. عارف انا والواد بكر ندمانين على ايه؟
احنا ما دخلناش معاك السجن. على الاقل الواحد لما بيخرج من السجن الناس بتمشي تشاور عليه وتقول هم دول السمالينا ملانا. ربنا ينويها لك يا اخويا. الف الف مبروك يا عبد بعلول. على فكره براتك اتجوزت زيزو. شكلك هتروح جوزت النهارده يا عم. ده بيعايرك يعني؟ لا مؤاخذه مش بيقول لك حاجه تضايقك. انت كمان جاي تعكدن عليها يا شبرو؟ يا عم اعكدن عليك ليه لا سمح الله؟ ده جواز على سنه الله ورسوله ومأذون وشهود وعيال باذن الله. يبقى شقك يا ابن المفرط. انت شقنا ده؟ ايوه شقك يا جدع. طب ليله سلاها هتبقى بيضة عشان هي ورا، لكن انت ليلتك هتبقى حمرا باذن الله. خلاص يا بكرو دلوقتي يا شبرو عشان ما موتكوش انتوا الاثنين. خلاص يا بكرو عشان العيش والملح والصحوبيه اللي بينكم. أصيلة بكرة. اقعد يا معلم. اقعد اقعد يا معلم بهلول. شدلك نفس يهدي أعصابك ويفور دمك. ليه بتاعت النون هنا؟ اقعد يا معلم. حقك عليا. الحشيش ده حشيشك والقعدة المعفنة دي على حسابك. اهو انت جرحتنا يا بكرة. بكرة ربنا يفتحها عليا واتجوز واحدة واطلقها واخد منها 40,000 اشتري بيهم حشيش واوزعهم على الغلابة. 40,000 برضه؟ طب هو خدهم خلوه في مراته. انت مراتك دي ما تعملش 40 جنيه. الفلوس دي فلوسي. الفلوس دي فلوسي وزيزو هو اللي سرقهم مني. زيزو؟ زيزو ده قشطك. قشطك وخد مراتك. خد مراتك وسرق فلوسك. سرق فلوسك. الف لك واحده كارتيلا. مش عايز زفت. انا قلت لك ما تجيبش جدع ده معاك بعد كده. لاحسن هات يا عم. انا بفطمك يا عم عشان تعرف مين اللي باعك وتدعي له يحبل يا رب. طب يلا انت وانا من هنا. يلا بالهيلة. طيب. يلا غرب التلات. عايز انام. يلا يا عم امشي بالهيلة. طيب سيجارتين عشان ولا سيجارتين ولا فلتين حتى. ما تزوقيني يا ماما. اوادي يا بابا. ده زيزو هياخدني. يلا يا جدع. بالسلامة. يا عم انت اللي واقف. امك بيت اللي زواك. يلا تعالى هيلة. طيب بقولك يا اما انا مش قادر اتكلم دلوقتي خالص. بكرة انا بنكمل كلامنا براحتنا. بعد اذنكم. ده كلام يامه؟ بقول لك كلميت وحسابي يخش جوه. معلش يا ابني اصبر شويه. ايه النظام؟ ايه النظام؟ عايزه ايه يا سناء؟ ايه يا زيزو؟ ايه يا اخويا احنا مش هننام النهارده؟ شش. عايزين نسيبهم لوحدهم ونخش. وهي هتفضل قاعده زي العسكري كده؟ وربنا كلها. طب ما تقول لها انت هتخوفني. اما بتقول لك ايه يا عبد العزيز؟ حبيبتي يا حماتي والله يا حبيبتي بنسهرك معانا وتعبانه كده شكلك هفتان. انت شكلك مش واخده على السهر صح؟ مالكيش دعوه يا سناء. بقول لك يا اما من الحق انت ما بتساليش على عمتي رتيبه خالص. صا وحشاني قوي. اه بقى عمتك رتيبه وحشاك قوي. طب يا اخويا تصبح على خير. وانت من اهلي. يا اما استني بس. الله لو ما كنتش تحلف بس يا حبيبي. انتي سهرانه معانا. اه طبعا اسهر معاك. ما اسهرش معاك ليه يا حبيبي؟ مالك مالك يا سناء عماله تخبطي على رجلك ليه؟ خير؟ مفيش حاجه يا حماتي. انا هقوم انام عشان اخلص من اليوم الغريب النهارده ده. بقول لك يا عبد العزيز انا كبرت خلاص ما اقدرش استحمل اللي بيحصل فيا ده. بقول لك ايه انا عايز ارجع شقتي. الايام انت تعمل اهلك بعقلها. ده كلام برضو. مين اللي هيجن دلوقتي؟ حاضر. اهلا. ازيك يا حماتي؟ ازيك يا جوز بنتي يا حبيبي؟ يا اهلا يا اهلا يا ست نعمة. ايه الخطوه العزيزه دي؟ يا اختي يا عز مقدارك. لا مؤاخذه يا جماعه انا جيت كده من غير ميعاد. انا قلت اطمن على وليد وبالمره اشوف بنتي سناء. ايه ده؟ ماما جت. انت ايه اللي جايبك دلوقتي؟ نعم. ايه اللي جايبك دلوقتي؟ بنت في الدنيا تقول لامها اللي جايبه اهي. وحشتيني يا حبيبتي. ايه اللي وحشتيني ده؟ ما انا لسه سايباك الصبح في البيت. ده احنا لو فتحنا الشباك وودينا ايدينا على بعض هنسلم على بعض. عايزه مني ايه دلوقتي؟ الله هو في كده يا حاجه؟ في كده يا حاجه؟ عيب يا سناء. طب والله لو انت بايته في حضن بنتك. سناء خدي امك وبيتيها في حضنك ما تكسريش بخاطرها. الهي يا رب ما يكسر لك خاطر يا اصيله يا بنت الاصول. اصول مين؟ ما تخلينيش اولع فيك النهارده. جرابك. الله مش عيب؟ انا جاي يا حبيبتي عشان اطمن عليكي. جاي عشان احضنك الوليه واقفه الكسف على جنبك. احضني احضني يا اختي احضني. انا كويسه والحمد لله. الحمد لله. ووليد كويس وجه واستحمى ونام. وانت يلا روحي على بيتك. هو الوقت اتاخر. هبقى اجيلك بدري ان شاء الله. مع السلامه. سلميلي على زيزو. مع السلامه يا حاجه. وانت ايه مش هتنامي النهارده؟ ما تتلمي يا بنت عبد العزيز.
ايوه يا باشا، كنت عارف انك هتكلمني. اه كنت مراهن نفسي عليك. اللي مراهن عليك دايما كسبان يا باشا. لا انا بكلمك من قلب شارع عبد العزيز ذات نفسه. بيجري يا باشا، الجوكر الجديد بيقش، انا مسميه كده. اه عشان عمل اللي ما قدرش عليه الاوروبي. يلا خلي الجرايد تكتب بقى، ترد عننا اللي اتكتب. اه كانوا فاكريننا هنفشل. يلا لا ما انا هعدي عليك بامر الله يا باشا، هعدي عليك اسيب لك شويه شيكات كده. اه انت هنا ليه؟ لا مؤاخذه يا باشا، انت هنا ليه؟ لا انت 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 هنا ليه؟ ايوه ايوه يا باشا انا معاك. يلا اتكل على الله. اه هعدي عليك اديك شيكات. سلام يا باشا. عدي على علي. علي بتاع ده؟ اه اه خليه طبعا المبلول بقى ويجي يشتغل معانا في الصين. لا مؤاخذه معلش التليفون. يا معلم زيزو. اه شبرو. يا جمهورية الشعبيه. يا حبيبي كويس انك انت اتصلت دلوقتي. الواد ناوي يأذيك بجد. لخص يا اخويا، حاطط عينه عليا ازاي يعني؟ انا طبعا مش هنفع اكلمك عشان انا في شغل دلوقتي. لا لو قدرت تعدي عليا انا هفهمك الفوله كلها. ماشي يا معلم، مع السلامه. بص يا ست كولو، وعندنا كمان في نفس الموبايل كده شبرو. امر يا معلم. انا سمعت المكالمة. مين اللي عاوز يأذي زيزو؟ ما هو يا معلم دي حاجة بيني وبينه يعني، وما صحش اسيب الزباين يعني. ولا هو يهمني زي ما يهمك بالظبط. يا معلم دي حاجة سر بيني وبينه يعني، ما يصحش لمؤاخذة يعني، عيب كده. خلاص روح في 60 داهية أنا هكلمه أنا. ماشي. اتفضلي معايا الست كلها أوريك على الأوبشن التاني. أيوة زيزو. أيوة. اديته 40,000 جنيه. طب ما هو ده حقه. قبته ليه؟ برقبك؟ ده نكسر رجله. ازاي ده؟ طب سيب لي انا بس الموضوع ده، سيبولي. ماشي يا زيزو. طب بقول لك ايه، انا هسيبك دلوقتي، هكلمك بعدين. يلا سلام. الو يا شرشابي، ازاي؟ بقول لك انا خدت لك ميعاد من الدوري بيه. ايوه وخلي بقى عاصم بيجهز. ماشي وانا عاد عليك. يلا سلام، مع السلام. ولا شافعي، شافعي الواد بالون معدي وقت. يا اخوي ما خلاص صدناه وخلصنا وخدت فلوسك، عاوز ايه؟ لا مؤاخذه انا قلت حاجه يا معلم. انت واد نشر رزيزه في كل حته ليه؟ وليه بتراقبه؟ انت عارف ان عنده ناس لو شاور لهم بس كده هياكلوك اكل، وبعدين ممكن يتلكك لك، هيدخلك المعتقلات ومش هتخرج منها. وانا مالي بده كله يا حاج؟ ماليش فيه. ياد خليك دغري يالا في كلامك، وانسى اللي سمعته من بواب العماره ده. زيزو خلاص اتجوزها وبقت مراته. يكشي يتحرقوا بجاز وسخ فوق روز بعض ما دام بعيد عن دقني. انت قد مالك يالا ريحتك شياط كده من ساعه ما دخلت؟ انا ما مكسوف اكلمك، انت في حاجه جواك محروقه ومحرج؟ عايزه يديني محمول صيني اكل عيش، مش بسلامته ملك الصيني. ماشي همشيها لك لو انها مش داخله دماغي. خلاص اجهز وتعالى وانا هديك. ماشي يا معلم، اجهز وجيلك. هجهز وجيلك؟ حتى امك ما انت ناوي تجيبها لبر. يعني ايه النار قربت من الدخول؟ مش فاهم. والمهندس ده مش تبع المحافظ؟ احنا هنقرب. طيب ماشي سلام بقى، انا هتصرف. سلام. حط لي الكرتونه دي انا ابان، وانزل بقى هات الكرتونه الثانيه. يلا هات اختها. ايه يا عم انت هتخزن لي هنا كراتين؟ ايه ده معلش مضطرين يا حاج افهمك دلوقتي. هشرح. ما ينفعش كده يا ده، المكتب لسه بزهوته. أزدم باشا. يا ريس الحمد لله تمام. بقول لك يا ريس، العربيات اللي هي محمله حديد واسمنت اللي احنا هنبني بيهم قريه اللسان، اللسان اللسان اه
منعنهم من الدخول عند باب المحافظة. معرفش، الظاهر ان روان بدأت تلعب معانا بقى. طيب ماشي، يبقى كلمني بقى انت قول لي. ماشي، اتفضل. طب سلام يا باشا دلوقتي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه الشغل ده يا معلم؟ فلوسلوس يا وزوز. طب حاسب بقى لحسن ايه؟ يتحسده. يخسه. طب انت ما بتوردش في البنك ليه؟ لا ما هو انا هقول لك بقى، احنا بنفتح من 8 الصبح 2 بالليل بنبقى خلاص اتقتلنا، فخلاص بنبقى مش قادرين، والنهارده الخميس وبكره الجمعه البنك قافل، فقلنا نجيب الفلوس هنا، والنهارده ان شاء الله برضو هجيب لك الايراد بتاع النهارده كله. يعني الشغل ماشي كويس؟ حياة النبي ما فضعتص. بقول لك ايه، عايزين بضاعه على بكره الظهر. ما انا كلمتهم هم يبعتوا بامر الله. احنا خزننا في كل حته، في الورشه وفي المحل وكمان عند انديل، حتى الريونات كلها حولناها لباترينات وبررناها في الشارع، الباترينه الواحده بتعمل لها 1000 حته، اللهم صل على النبي، عشان بس نمسك الخشب. تمام. عايزين 2 حراسه بسلاح. يا جدع صل على النبي، وهي حرب. حرب يا بيه، بكري دلوقتي هو والتجار داخلين على الصيني. ايه رش، احنا عايزين ناخد وش القفص ونتكل على الله. بقول لك ايه، طمني يا وليد اخباره ايه؟ ما انا كنت عايز اتكلم معاك كلمتين كده. استنى استنى استنى. الو مين؟ يا علي. علي علي علي. يا علي. لا لا مفيش كرتونتين يا عم. طب لما اجيلك، لما اجيلك مسافه السكه مش هتاخر. يا عم خلاص بقى بلاش صداع. يلا يلا سلام سلام. كنت بتقول ايه يا باشا؟ قول. كنا بنتكلم على موضوع وليد يعني، فانا بقول لك اتكلم معاك في الروقان احسن يعني. اوبا ليه؟ يخرب بيت شيطانك، صدقي بالله نسيت اني متجوزك اصلا. نعم وحياه امك عواطف. ما تتلم يا بنت بدل ما امك. ما تصبر يا وليه شويه، اهي قاعده جنبي اهي يا بنت. الله يسلمك. يا انت جاي امتى؟ اصبري. اصبر، سيبيه يا بنت يشوف. الحقني يا زيزو، بتضربني يا زيزو. يا جعلي جعلي جعلي. يا لهوي. الحقني يا زيزو منها. هات التليفون. يا زيزو والله انا قاعده بعيد عنها. الحقني يا زيزو بتضربني يا ابني. والله ما عملت لها حاجه. تعالى خد الخناقه يا زيزو. مستشفى المجانين دي ولا ايه؟ شايف يا زيزو بتشتمني يا زيزو؟ هي كده على طول معذباني. يا لهوي. الحقها بدل ما املالها البني واغرقها فيه. غرقوا عليكي من بدري يا بنت. يا حرام يا وليد يا بنت. طب بص بقى يا ريس، انا عايز 2 بودي جاردات يكونوا مسلحين بسلاح مرخص. عيال عداله. لا انا ما يهمنيش الفلوس. لا حراسات وزير ماشي فل فل. طيب ماشي. طب مع السلامة. اتفضل 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 اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ ايه يا عم وليد، بتهرب مني عشان ما اشوفكش؟ اهرب؟ انا شكلي تركنت اعرفه ولا ايه؟ زمان يا زيزو لما كنت بتعوزني كنت بتعرف تجيبني ازاي. وانا في حياتي حد اغلى منك يا حمار انت؟ ما شفتش لما خدوك حصل فيا ايه؟ ده انا كنت هتجنن يا اخي. انا مش فاهم بس هتستفيد ايه. لا مش انا بس اللي هستفيد، ده مصر كلها هتستفيد. قول لي بقى، عشان انا امي كلمتني بس ما فهمتنيش بالظبط انت عايز ايه. بس اللي انا قريته ان انت اتضريت من ورايا. بص يا وليد، انا طول عمري انا بس بدفع الثمن، ولما اتكلم على الثمن مش بتكلم عن الفلوس بس، لا بتكلم على طفحه الدم والشقه والغلب في السوق، بتكلم على المر، بتكلم على رومتك بالليل وانت مظلوم وجازز على اسنانك عشان مش عارف تجيب حقك. واللي انت شفته وعشته يا عبد العزيز هو اللي علمني معنى الحق، عشان كده انا مش عايز حد تاني غيرك يحصل له نفس اللي حصل له. ما تكلمنيش عن غيري، كلمني عن نفسي، وانا من حق ارتاح. وانا ما وقفتش ضد راحتك يا عبد العزيز، بس انا برضو من حقي ادافع عن الناس المظلومه. يا ابن افهم، انت محسوب عليا واللي بتعمله في وشي. انا مرشح نفسي لمجلس الشعب والامن معلم عليا بسببك. معلم عليك ليه بقى؟ ان شاء الله انا ما بعملش اي حاجه غلط. لا بتعمل، لما تضر اخوك اللي رباك تبقى بتعمل. وليد انا بدفع ثمن اللي انت ماشي فيه، ولو يرضيك اتوكل على الله. طلباتك يا حاج.
تبطل حمقه الثورجيه دي، او على الاقل تهدي اللعب اليومين دول لحد ما الانتخابات تعدي. حاضر. وايه كمان؟ تتجوز. انا كنت جاي اصلا عشان اكلمك في الموضوع ده، انا عايز اخطب. وعروستك عندي، انا هجوزك بنت الدوري بيه. خلاص يا عاصم بقى ما تشغلش بالك، انا قلت لك هصحى معاك بكره مخصوص وهروح احضر معاك، كلهم هناك تلامذتي. ربنا يخليك لينا يا باشا، وما نتحرمش منك ابدا. اهو بقى ده سر ان الواحد يحافظ على صداقته مع الناس يا حاج. يعني انا مثلا ما رحت لك عشان زيزو، احرجتني، بس انا صبرت عليك عشان كنت عارف ان موقفك حساس قدام العساكر والمخبرين، وعشان انت زي ابني ابن حبيبي. انا طلعت فوق شربت شاي عند العقيد، وعمري ما جبت له سيره في اي موضوع خالص. تقدر تسال زيزو، ما هو بقى نسيبك. يا ريت بقى يا عاصم تقرب منه عشان بقى مفيد جدا. يا باشا والله كل الكلام اللي بتقوله حضرتك حكم، وده احنا بنتعلم منه. زيزو الكهرباء يا جماعه ده انتهى، ما بقاش له وجود. يا ريت يا عاصم تقرب منه عشان هتحس انه بني ادم غير اللي في دماغك خالص. ده اول واحد بدع محمود في شارع عبد العزيز. تغيير القرى السياحيه بقى والاراضي حوالين المدن. ربنا يزيده ويزيدك يا باشا. طب يا باشا بعد اذنك بقى انا همشي وهستنى تليفون حضرتك بكره ان شاء الله عشان نروح مع بعض. بتهيألي نقوم احنا كمان بقى علشان صدعنا حضرتك النهارده. سلام عليكم. طيب سلام يا باشا. مع السلامه. سلام يا باشا. نورته. شرفت يا عاصم. ايه اللي انت بتقوله ده يا عبد العزيز؟ اللي انت بتقوله ده تنساه خالص. انا مش هسيب نسمه. اهدى كده يا وليد وتعالى احسبها بالعقل. عقل؟ واحسبها بالعقل ليه؟ ده حب، دي مشاعر واحاسيس. بص، تعرف ايه انت عن الحب؟ لو انت عشان ما قعدت تحت شجره بكوبايتين ليمون هتقول لي حب؟ سلامات يا حب. انت اللي تعرف ايه عن الحب؟ ولا انت عشان فشلت في حبك وما طولتش اللي بتحبها عايزني ابقى نسخه منك، وجاي دلوقتي تتريق عليا وعلى مشاعري؟ انا ما بتريقش عليك، انا بعلمك. بعلمك اللي مفيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يعلمهولك. يعمل ايه الحب قدام الجوع؟ قدام نظرة الناس ليك على انك ولا حاجة. زيزو انا غيرك يا زيزو، انا ظروفي غير ظروفك. ظروفك دي انا اللي عملتها، وانا الاوان بقى الرد الجميل. وعايزنا نرد لك الجميل بان انا اتجوزها صح؟ طب ما تتجوزها انت يا اخي. يا ابني ما لو كان ينفع كنت عملت انا كده. طب اقولك على فكرة تانية، بعد الانتخابات بقى طلقها. طلقها وجوز نسمة. ما تطلقهاش وتجوز نسمة وعليها اتنين تانيين. ياه، ومش خايف للدوري باشا بتاعك يزعل منك لما لقيني طلقت بنته؟ يا ابني دي متطلقة قبل كده 40 مرة وابوها ما زعلش من حد. انت مين؟ انت مش عبد العزيز. مساء الخير. ازيك يا وليد؟ ازيك يا لبنى؟ هنكمل موضوعنا في البيت بقى. مبروك يا عبد العزيز. على المكتب ولا على الجواز؟ انا جاي اسالك سؤال وهمشي اول ما اعرف رده. اتفضل. ليه؟ يعني بيتهيألي انها حاجه تخصني يعني، مش كده؟ احنا هنلف وندور على بعض؟ ما تحسسنيش اني غلطت اني جيت لك. هو انت كنت جايه ليه اساسا يعني؟ عشان في حته جوايا لسه بتدور لك على عذر، وانا عايزه اسكتها. قول اي عذر، قول اي حاجه وانا هصدقك. انا مش هكدب عليك، عارفه ساعه ما قابلتك حسيت اني ما لقيتكيش، لقيت حد تاني. كل ما ابص في عينيه ما لاقيش حب، لا بلاقي عصب. ما انت كنت عارف لما جيت قابلتني. انا ما اتجوزتش في السر يعني، مش ذنبي اني اتجوزت عاصم، وانت كنت السبب. لا ما هو دلوقتي يعني احنا مش في وقت ندور فيه على ذنوب بعض. خلاص انسيني، انسيني زي ما انا نسيتك. ولو عايزه نبقى اصحاب يعني او نبقى مع بعض، تعالي اشتغلي معايا في المحمل، ايه رايك؟ هي دي اخرتها؟ عايز نشتغل عندك؟ لا هو الشغل عيب، ما انا اشتغلت عند ابوكي زمان. زيزو انا لسه بحبك، انا ليه حاسه انك بتنتقم مني؟
ممكن تهدي شوية؟ خلينا في المهم. أنا ممكن أفتح لك المكتبة الصيدلية، إيه رأيك؟ تعملش زي العيال الصغيرة وتحاول يعني تثبت لي إنك بقيت قوي وكبير وكده يعني. أنا مش مضطر أثبت لك حاجة. كده تمام. الحتة اللي كانت بتدور لك على سبب سكتت خلاص. أنا ماشية.